معنى المدرب المساعد يقول لك ثم برشا ضغط نفسي لا لا على اللاعبين والمطالبة بالفوز الضغط النفسي اللي جاي باش يتعلم بعد بالضغط النفسي كلاعب أو مدرب أو مسير زيد باش يلعب بلاي أوف لا زيد اليوم حبيت أقول حاجة برك الملعب التونسي لقات فريق اللي هو النجم دي الساحلي ما كانش في أحسن حالاته حتى بسيكولوجيك ما كان خاسر النجم ومالغريس لا عدى مباراة محترمة جاب زوز فرص كبار جرتيلة وراقي ومن بعد في الشوط الثاني كان هو السباق وكان النجم يعدل في كل كاستينغ غلط شويه في الاطوال اللي كيفاش غلط امبارح حتى نحكيوا على المسنجر ما حتى شفنا دخول بنجيما الحقيقه الاطوال كانت مايله برشا اللي صار وين موجود حسين بن علي كيدخل معناتها بنجيما ولا تيكيليبري بين يسار علاش مش من الاول ما تخيل انت ملاعب هذا كان قائد منتخب الوطني وعامل كاس عالم وغيره وكان يبرميتي هو ومحمود غربال واحد نلقاوه اورليس في نادي صفاقس وبعد نجيو يلعب كان خرج ماتشات ولعب في معناتها لانه ثم اصابات وغيره وكيف حتى لو بنجيما معناتها الحقيقه كريم هاوش نفسر لك حاجة هذو مراو كانوا سابقين زعلوني زعلوني طوف المنتخب الأول 4-3-3 بتاع الملعب التونسي ولا قوة الملعب التونسي الأجنحة ولا دونك شنو خمم سيف ونفخ خمم شي سكر الأجنحة كي أنت تخمم شي سكر الأجنحة وعندك أن سول جوار فالابل بشي بيركوتي اللي هو حسين بن علي دونك باش تعمل كوليس ما غفران باش يهبط على اليسار أوتوماتيك ما يقول لك نمشي دون لو شوا دو لا كونتينويتي بلو أي بن حسين والخدامسي اللي عندهم بلوس دوتوماتيزم مع بعضهم بلوس دونتونت مع بعضهم لاعبين بعضهم اكثر ويسكروا لي الشيره هذيك على اوسي بيان محمود ديالو كو على الخضراوي تعرف بعد سالته انا على بنجيما لانه الكاليتي سنتر بتاع بنجيما اللي جابت لحظه لانه ما خاطر في تونس راه احنا بارفو حتى ما احناش نثبتوا يا صاحبي راهو الكاليتي سنتر مهمه راهو في تونس على الدروا ولا على الجوش يطلع يعطي كره طونديو تاع مترو على القاعه ليه تطلع وتهبط في الراس بصراحه معناها ما تشوف لي سنتر شوف البارح السنتراج نتاع حتى فيرمين لوبيز حتى بالراس نتاع البارسا كيفاش تحطت له الكره ما تي سنتراج اشترى البونتو الحقيقه سنتراج يتقرى لانه اولا ماكش في اون كورس وما احنا ماكش في تابي مزيانه ياسر فريمون معناتها ماكش في البرنابيو والكره تعمل روبون بالروبون يقلبها تطلع وتهبط تجي في ساق لاتاكون اللي شق معناتها صراحه السنتراج ممتاز وممتاز جدا في برشا صنعه اشترى البونتو في الشقه اللي عملها لاتاكون ديفون وفي السنتراج زاد السنتراج متفاهمين فيه السنتراج كان جاتوندو اكثر ولا ما يخلطش عليه شوف السنتراج متفاهمين فيه ابوي بيان معناتها فما برشا بريسيزيون طوندو صحيح هذا كل متفق معك اما زاده لابيل اللي عملوا الى شماخي قص رامزوز اشترى البونتو اللي عمل السنتراج وشماخي معناتها بنجيما وشماخي وسط خمسه لاعبين اشترى البونتو في بيل وفي المفمول اللي عملوا شماخي راه اونيتمون تو صحيح شماخي صام برشا على التهديف اوروزمون رجعت له شهيه مع شهر رمضان وسجل طوميو بالنسبه لي بون ليتوال انا بيرسونيلمون قاعد نشوفها في كور بايه وقاعده مالغري اللي الملاعبيه صغار اللي في وقت من الاوقات سوبريسيون برشا اللي حكينا فيهم لكن بي مضروب وجاكوي مضروب وملاعبيه صغار اما الملاعب الفريق قاعد يتحسن وقاعد يتطور اونيتمون بون بالنسبه نرجع للستاتونيزيان انا بالنسبه لي اللي خذلوه لي زاتاكون تاعو تو سامبلومون معناتها لي زاتاكون اللي هما كيف ما حكينا وكانوا ديبيوتور وكانوا مسجلوا اليوم ما سجلوا حتى هدف التريو داتاك دونك فما مشكل في الكاليتي تاع اللاعبيه حاجه اخرى فما مشكله تو هذا معناتها تشبيه في السي اس اس نقولوا مشكله في التوظيف وفي الملعب التونسي نقولوا مشكله المهاجمين اخي ثم انيماسيون اوفنسيف ثم فرص قاعده تخلق في الملعب التونسي مش نقول لك حاجه الفرص اخطاء دفاع الترجي ام كان ثم صنعه وثم لا فرص تنحل التسجيل في السيمات بون الاستاد راهو معناتها سوي سور اللي ما رجعتش كيف ما قبل البلاي اوف رجعت مستوى اقل بكثير حاجه اخرى انا نربطها التراجع هذا بمستوى البدني للفريق يظهر لي في الفتره نتاع تريف الملعب التونسي ما جهزش الملاعبيه كي يلزم يفسر فيزيك برحمه بوك فسرها لي اني كنت في البيك نتاع البريباراسيون فيزيك بتاعي كنت في البيك تاع بوتنسيال فيزيك معناها على المستوى البدني ناخذ 11 جمعه راحه نرجع من بعد نجم نعمل ساعه برك هذه فسروها لي ما فهمتهاش معناها كيفاش في 11 جمعه راحه ولا 10 جمعه راحه تطيح بدنيا انت بالعكس في خاطر فما برشا جمعيات ما لعبوش ماتشات اميكو راهو مشكل ماتشات اميكو فما الترجي انا قلت بالحد الادنى ممكن برشا باش يتغشوا من حبيت الترجي بالحد الادنى لانه هدف مقابل صفر مش 2-0 3-0 يعني بالحد الادنى لكن الترجي حسم الدربي
نهار الجمعة كنتوا الاثنين مع بعضكم داير ساعة لي برونوستيك نتاعكم غلطين الكل. يعني قلت نول ليتوال. واحد واحد كان ليتوال انت صحيحة في ليتوال. الور لا نيس البارح مازال مكبش في الميتون نادي السخسي هدف مقابل صفر. صفر صفر نادي السخسي. لا لا نيس 89 صحيحة. فهمني ومن بعد بلال ادمير. الترجي حسم الدربي وقبل انتم كيفاش الترجي تقولوا 12 نقطة هذه راهي الترجي 12 نقطة مش فقط 12 نقطة بعيدة ستة نقاط كاملة بعد ثلاثة جولات فقط من انطلاق مرحلة البلاي اوف. شوف الترجي في مرحلة البلاي اوف أفضل فريق هذا وحسم الدربي وحسم الدربي وعرف كيفاش ينتصر بالمانيير ما فماش مانيير كبيرة ريالمون ميم حتى لي شوا أنا حكيت البارح لي شوا دو لونترونور كيف تحط لي الدربالي جوار دو كولوار وتخلي بوكيا وتخلي غشا وتخلي بوقرة شنو المشكل إذا كان يرابح نحب نقفل البخور هذا دخلوا بعض بدا بيهم دونك هو داير في الميتون عمل شونجمون قوة النادي الإفريقي في الظهير الأيمن الزعلوني علاش أنت علاش أنت تقعد تستنى باش ترجع تفك معاه علاش ما تبروف لا علاش ما تبروف هو شوف البونتو وأنت شوف الهدف إيه شوف الهدف الهدف راه منع كاردوزو الهدف هو اللي منع كاردوزو حطول البونتو كاردوزو ما كانش باش يغير في الشوط الثاني يقول لك نبدا هكا وبعد نقلب في الشوط الثاني نحب نسألك سؤال آخر هاي مثلا هاي سيدي مثلا كاردوزو خمسة مباريات ولا خمسة انتصارات ولا بيه. وقت اللي كان طارق ثابت قالوا الترجي ما تمركيش والمنظومة الهجومية مش ماشية كاردوزو في خمسة انتصارات عامل سبعة أهداف منهم زوز أهداف ضد النجم الساحلي في النسخة الأولانية اللي كان فريمون خارج الموضوع صحيح. كان ياكل أربعة نهارت هدف مقابل صفر كونتر الهلال كرة ثابت من بعد شوط أول كارثي ضد الملعب التونسي كان ينجم يتوج بهدفي الملعب التونسي وفي واحد بلاش فهمني بقدرة قادر بالبينالتي بيه. نعرف بقدرة قادر على خاطر بلانتي هي نحكي صحيحة لا صحيحة لا خاطر تقول بقدرة قادر أنا ننقذ فيك ننقذ فيك تكمل يا كريم ننتربريت با سو كو جو دي ما تنقذنيش هذاك صحيح من بعد الترجي هذه التونسي ربح المباراة الثانية ضد النجم الساحلي 80 دقيقة المباراة متعادلة على كل فهمني أصعد وما فما حتى فرصة معناها تذكر البارح صديقي ماذا بدل كاردوزو بارابور على المنظومة الدفاعية نتاع طارق ثابت ما قلنا طارق ثابت ما كانش يمرك في هجومية تقصد هجومية مع المنظومة الدفاعية طارق ثابت كانت عنده صلابة دفاعية كان يقال انه دفاعي دفاعي كان يقال انه دفاعي طارق ثابت علاش نح كونتر بيترو اتليتيكو ترجع عدد اخيب ماتشو كذا ابقى كي نمشي نلعب كونتر بيترو اتليتيكو لولاني في المجموعه ونهبط بك الاربعه اربعه واحد واحد وما نقبل حتى بونتو ونوفى صفر صفر وقتها بيترو اتليتيكو ما عندهاش الشريفي باش يجري وبعد يجي قبل الكره ويطيح فهمني اما كي نسكر باربعه دوميات ابلا يولي طارق ثابت عنده فهمتي تفكير دفاعي اما كي يولي كاردوزو 10 التالي 70 دقيقه النادي الافريقي طلع في ال 400 متر نتاع الترجي قلت حال عملها مدرب تونسي يقطعوه من بعض ونزيدك اكثر من هكا طارق ثابت كان او موان اونيت يقول راني نلعب هكا ونسكر هكا وما نحبش نخسر ودرشون وكذا لكن صديقي دربي تربحوا بتسديده وحيده على المرمى ديفونسور يجري فير سون بوت عمل اون هيزيتاسيون رجعها الجولي نحطها في التوشه هو مازال يخمم ولا برافور تاع الاتاكون برحمه بايك شكون لو سول اللي في البلاتوات كل دافع على كاردوزو مش دفع على رودريغيز عبد الله رودريغيز قلت لك مهاجم ممتاز وراه مهاجم صندوق دفع حتى انت دفعت عليه صحيح راهو مهاجم ممتاز يربحك ماتشوات من انصاف الفرص قدمها للنجم الساحلي في سوسه وقدمها للشريفي دونك زوز اهداف ست نقاط رودريغيز يغطي في عيوب كاردوزو الهجوميه قلناها ونعاودوها وكان فوليوم دو جو علاش ما نقولوش رودريغيز هو احد رؤوس تميز الترجي هجوميا لانه قاعد يمركي ولكن الخدمه كلها تخدم على رودريغيز شوف البونتو فماش خدمه فماش خدمه فماش خدمه دربالي يلعبها الجول يخرج شده فماش خدمه كونتر ليتوال البونتو راه حقيقه مش خايب راه بونتو فرص احنا نحكيو على كيفاش روتري مشى هو حتى هو بوزي يا صديقي احنا نقولوا ونعاودوا اكسبلوا اكسبلوا كاردوزو ماذا كاردوزو إذا كان لي زادفيرسير ضعاف وإذا كان هو عنده مهاجمين قوي ولازم يحطوا كرة باللمسة واحدة في الشبكة كاردوزو اسكو قاعد يوظف
في العشرين لاعب اللي عنده كاردوزو. خلينا نمشي واحنا أكثر. بماذا مطالب كاردوزو؟ ما قالوا نجيبوا مدرب أجنبي باش يخلق 6-7 فرصين على التسجيل. مطالب بالفوز. لا صديقي سامحني بالفوز حتى طارق ثابت جوسكال تنحى لولاني فهمني ومترشح فهمني عنده شامبيونز ليج زمات شوية يربح ماتش منهم يعمل نيولي ترشح وما عنده حتى مشكل ولولاني ومترشح بلاي أوف ما تقوليش مطالب بالفوز. كاردوزو قال باش نجيبوه باش نراو لي كومبينيزون وباش نراو لي زاريير يطلعوا وباش نراو لي ميليو يزيدوا أولو الماتش لولاني عملوا ضد ذكر ولا تبع لي زكريا العايب بعد الساعة الأولانية ولا الساعة الأولانية كونتر ليتوال كنا نستناو في حاجة مخير ضد النادي الإفريقي وضد النجم الساحلي كم خلقت الترجي التونسي من فرصة فرصتين ونصف ثلاثة نهار الجمعة كريم احنا هنا هدفين وفوزين وستة نقاط لكن ما فهمش فرص الهدف هذا هو المهم في كرة القدم. لا لا لا, لا. احنا نهار الجمعة لهنا اش حكينا اش قلت لهنا قلت الكلوب افريكان نجم تعمل كي البارسا راهو بوزيسيون دو لا بال 80% ومن بعد تخسر لا مش فما فرق بين بوزيسيون عدد الفرص يا كريم احنا الكلوب افريكان الجمعة قلنا عليها بالفوز حتى اذا ما فهمش مانيير مش مشكل اما ليسبيرونس قلنا عليها بالفوز افيك لا مانيير هذا هو اللي مطالب به ليسبيرونس خاطر ليسبيرونس سيفري قاعد يربح قاعد يجيب في لي بوان توا جماهير ليسبيرونس وحتى الهيئه نتاع الاسبيرانس يطالبوا بالمانيه بن محمد يقول لك مشكله الترجي كانت في منظومته الدفاعيه عندما تحسن الدفاع تحسن الهجوم تحسن البلوكي كيف تحسن البلوكي كيف هي المنظومه الدفاعيه تحسن يا ولدي شو عمل هو كاردوزو الماتش هذا هو الكاردوزو اللي زادوا في الاسبيرانس راهو هو لا ريغور تكتيك اللي معروفين بها لي بورتوغي وهي كانت نقطه ضعف الترجي في المسابقات الكبرى خاصه في الشامبيونز ليج تطلع المستوى اللي طوال والهلال معناها عندك انت بقياس ماهوش بقياس دقيقه هو مازال تو دقيقه برك انت كنت تلعب بتقا باش نحكيو على سي سي ستور على الاولاد تلعب بتقا واولو قدام الديفونس وكنت تلعب بالعايب قدامهم ضد النادي الافريقي اللي جاي من ازمه واللي عنده مشاكل في الهجوم واللي الوسط نتاعو يا خو يعطي بيكورو لعب في الوسط لعب بالتالي 40 سنه وسام يحيى احمد خليل مش في احسن حالاته اش تعمل يوخر أولو يحطوا بريسك ترويزيام ماكسيال مع عميمو ومع